فلاديمير بوتين يتصل مع رئيس النظام بشار الأسد تحضيرا لمؤتمر اللاجئين المزمع عقده في دمشق. رئيس النظام بشار الأسد يصدر مرسوما حول البدل النقدي للخدمة الإلزامية. المناطق المحررة شمال غربي سوريا تسجل مزيدا من الوفيات وإصابات فيروس كورونا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع رأس النظام بشار الأسد إن هنالك أكثر من 6.5 مليون لاجئ خارج سوريا، معظمهم مواطنون قادرون على العمل في إعادة إعمار البلاد. من الضروري أن يعالج المؤتمر ونعالج كل نعالج نحن وأنتم والدول الأخرى المهتمة هذا الموضوع انطلاقا من الأسباب. متحدثا عن الأسباب ومتجاهلا المتسبب، يشرح رئيس النظام بشار الأسد لحليفه الروسي فلاديمير بوتين بأسلوب يغلب عليه وصف الاستجداء أهمية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. اللقاء الذي جرى بين الأسد وبوتين عبر تقنية الفيديو تمحور حول مؤتمر اللاجئين المزمع عقده برعاية روسية في دمشق خلال 11 و12 من تشرين الثاني الحالي. الرئيس الروسي قال خلال اللقاء إن بؤرة الإرهاب الدولي في سوريا جرى القضاء عليها عمليا، معتبرا أن اللاجئين السوريين في دول الجوار والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون لاجئ قد يشكلون تهديدا للدول المضيفة من خلال الوقوع تحت تأثير المتطرفين، مشيرا إلى أن معظمهم مواطنون قادرون على العمل في إعادة إعمار سوريا. أما اليوم فإن أكثر من 6.5 ملايين لاجئ خارج أراضي سوريا وغالبهم أشخاص قادرين للعمل ولابد أن يشاركوا في إعادة إعمار بلدهم. الأسد الذي أشاد بالمبادرة الروسية أكد أن عودة اللاجئين تمثل أولوية بالنسبة لما وصفها بالحكومة السورية، لافتا إلى أنها قضية وطنية وإنسانية لم تشهد البشرية مثلها منذ الحرب العالمية الثانية على حد تعبيره. وبالعودة إلى الأسباب والنتائج، كان ملفتا في كلام الأسد إغفاله الكثير من الحقائق مقابل الحديث عن بعضها بما يصدق عليه وصف المغالطة، إذ اعتبر أن سبب هروب الجزء الأكبر من اللاجئين هو الإرهاب والخوف والقتل دون أن يسمي الجهة الإرهابية، بينما هرب الجزء الآخر وفق الأسد بسبب تدمير البنية التحتية دون التطرق إلى الآلة التي دمرتها. كما تعلمون فالجزء الأكبر من اللاجئين هم الذين هربوا من الإرهاب، من القتل، من الخوف، وجزء آخر هرب بسبب تدمير البنية التحتية، وبالتالي أصبحت الحياة في المدن أو القرى أو الأحياء المختلفة غير ممكنة للحياة. الأسد ادعى أيضاً أن الجزء الأكبر من اللاجئين يرغب بقوة بالعودة إلى سوريا بعد أن قامت الدولة السورية بالعديد من التسهيلات وفق قوله، واعتبر أن العقبة الأكبر أمام عودة اللاجئين إلى سوريا هي الحصار الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة على سوريا دولة وشعباً. الولايات المتحدة دعت إلى مقاطعة دولية للمؤتمر الروسي، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي جرى عبر الأنترنت في 27 من تشرين الأول الماضي، فيما ترى عدد من الدول الأوروبية بينها فرنسا وألمانيا أن شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين لم تتحقق بعد، وتؤكد أن عودة اللاجئين لن تتم إلا من خلال عملية سياسية موثوقة وفق القرارات الأممية. وبينما تسعى روسيا لإنجاح المؤتمر واستقطاب العديد من الدول لحضوره، ترفض دول أخرى هذه الخطوة ويعتبرها مراقبون التفافاً على القرارات الدولية ونموذجاً يعكس الانتقائية التي تتبعها روسيا في التعاطي مع عملية التسوية السياسية للملف السوري.
ومعنا الدكتور محمود حمزة المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي معنا من موسكو. دكتور محمود، في البداية، ما فرص نجاح المؤتمر الذي تدعو إليه روسيا في دمشق؟ أعتقد أن هذا المؤتمر لن يكون ناجحا ولن يحقق نتائج يعني مهمة، يعني هو عبارة يمكن له دور دعائي راح يكون وإعلامي أكثر منه نتائج عملية ملموسة. الروس يريد أن يعني يجذب ويعبئ بعض الدول، قد تحضر طبعا منها دول عربية مثلا أو قوى، لكن بشكل عام المجتمع الدولي أغلبه من أمريكا لأوروبا دول الخليج أغلبها لا توافق على أي مشاركة بإعادة الإعمار وتمويل الإعمار إلا إذا كان هناك تغيير سياسي. الروس كعادتهم يعني ليست أول مرة، هذه عدة مرات يحاولون الالتفاف على القرارات الدولية التي تطرح حل يعني مقبول إلى حد ما بالنسبة للشعب السوري، مثل قرار مجلس الأمن 2254. فمرة اخترعوا موضوع اللجنة الدستورية بعام 2018، ثم تبعه دعوة أيضا لمساعدة اللاجئين إلى العودة إلى بلادهم، وحاولوا مع الأوروبيين إقناعهم مستغلين موضوع المهجرين واللاجئين السوريين، ولكنهم فشلوا. الآن يعني هي محاولة ثانية أو ثالثة لمحاولة استغلال الجانب الإنساني والمعاناة التي يعاني منها اللاجئين السوريين في مختلف دول الجوار والعالم، ويريد من خلالها أن يدخلوا إلى عملية الإعمار، يعني لأنه إعادة اللاجئين تتطلب بنية تحتية، تتطلب خدمات، منازل، وهذه تحتاج نعم حول البنية التحتية. هل تستطيع موسكو البدء بإعادة الإعمار دون تحقيق المطالب الدولية؟ أشرت حضرتك للموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. أنا لا، روسيا أنا عندي ثقة كاملة، أنا لا تملك الأموال التي تستطيع أن يعني تستثمرها في سوريا، ليس لديها الأموال مثل إيران، ولكن روسيا قد تقوم ببعض الخطوات الشكلية استعراضية بأنه بدأ استثمار وهناك يعني شركات تعمل وهناك، لكن يعني هذا العمل الذي ممكن يقوم فيه قد يعني يؤثر على حياة يعني نسبة قليلة جدا جدا من السوريين، ولكن سيعملون لها جانب إعلامي وتغطية بحيث أنهم بدأوا بالإعمار. يعني الشعب السوري يحتاج يعني الشعب السوري، البنية التحتية، سوريا كبلد كقاعدة مادية تحتاج لمئات مليارات الدولارات، وروسيا لا تستطيع أن تقدم. نعم، بدقيقة واحدة، من هو المستهدف بهذه الحركات الاستعراضية التي تقوم بها روسيا؟ هلا روسيا يعني بالمناسبة لازم نشير لنقطة أن المؤتمر تدعو إليه روسيا وليس إيران مثلا. روسيا تحاول أن تثبت أقدامها في سوريا أكثر في الجانب الاقتصادي بالذات، جانب ممكن السياسي أيضا داخلي، تحاول مرة أخرى أن يعني تؤثر على المجتمع الدولي بحجة النواحي الإنسانية، وتحاول أيضا أن تؤثر على الأسد نفسه، يعني الأسد بحيث يكون يعني ينضخ للشروط الروسية. وبالمناسبة الأسد بين الأسد وروسيا هناك يعني هناك اختلافات كبيرة حول موضوع النشاط الشركات الاقتصادية الروسية، يعني لا يوجد تفاهم. نعم، في ظل أيضا التنافس النفوذ الإيراني الروسي. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود حمزة المحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي، شكرا لك، كنت معي من موسكو وأعتذر منك للمقاطعة. أقدمت الميليشيات الإيرانية على تحويل أحد أحياء جنوب العاصمة السورية دمشق إلى مدينة شيعية، وذلك في إطار عملية التغيير الديموغرافي التي تنتهجها طهران في سوريا منذ سنوات. وقال موقع نداء سوريا أن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني تدخل بشكل مباشر
وطلب تغيير اسم منطقة مقام السيدة زينب جنوبية دمشق المعروفة بالست زينب إلى مدينة السيدة زينب. وأشار المصدر إلى أن نظام الأسد وافق على عملية التغيير واستبدل الاسم المستخدم في المعاملات الرسمية والمدنية وفي المواصلات والنقل إلى الاسم الجديد المفروض إيرانيا. أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوما تشريعيا حدد فيه مبالغ البدل النقدي للخدمة العسكرية للسوريين وأصحاب الخدمات الثابتة خارج البلاد وداخلها. عندما تعطيك الدولة مرتبك بالعملة المحلية المنهارة وتأخذ منك بدل الخدمة العسكرية بالدولار الأمريكي، فاعلم أنك في سوريا الأسد التي لطالما تغنت بليرتنا عزتنا. مرسوم جديد يصدره رئيس النظام بشار الأسد يخص قانون دفع البدل عن الخدمة العسكرية، حيث يحق للمقيم خارج البلاد لأربع سنوات وأكثر أن يدفع مبلغ 7000 دولار أمريكي بدل الالتحاق بالخدمة الإلزامية، فيما يدفع المقيم خارج البلاد لمدة 3 سنوات 8000 دولار أمريكي، والمقيم لسنتين سيدفع 9000 دولار، فيما سيدفع المقيم لسنة واحدة مبلغ 10000 دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 25 مليون ليرة سورية، وهو مبلغ يعادل راتب موظف في سوريا لمدة تزيد عن 40 عاماً. وبحسب القانون الجديد يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره 3000 دولار أمريكي، كما يحق لكافة الطيارين العاملين في الخطوط الجوية السورية دفع مبلغ 15000 دولار أمريكي كبدل عن الخدمة الإلزامية. لم يقف الأمر هنا، فالمرسوم الجديد يفرض مبلغ 200 دولار أمريكي كغرامة عن كل عام للمطلوبين الذين زادت مدة إقامتهم خارج البلاد عن 5 أعوام دون دفع البدل. المرسوم الجديد يعكس ربما الوضع الاقتصادي السيء للنظام الذي بات يبحث عن كل دولار في جيوب السوريين داخل وخارج البلاد. وعلى مبدأ شهد شاهد من أهلها، فقد ألمح وزير المالية في حكومة النظام إلى أن تطبيق قرار البدل الداخلي جاء بسبب العجز الكبير في الموازنة العامة. مرسوم لاقى كغيره من المراسيم السابقة موجة واسعة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الموالية للنظام، لعل من أبرزها تلك التي تساءلت إن كان هناك عاقل يمكن له أن يدفع كل هذه الدولارات ليأتي من الخارج ويعيش في بلد يشكو من شح المياه والكهرباء ويقف على طوابير الخبز والمحروقات لساعات وربما لأيام. أقيمت فعالية للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في معرة مصريم بريف إدلب الشمالي، وذلك بغية تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة تواصلهم مع الآخرين. المزيد في التقرير التالي. فرحتهم ثمار عطائكم، عنوان فعالية خصصت للأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بغية تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزيادة تواصلهم مع الآخرين. الفعالية التي أقيمت في مدينة معرة مصرين نظمتها جمعية الأمل وفريق سما بالتعاون مع منظمة شفق، شهدت حضورا كبيرا وتخللها فقرات شعرية ومسرحية هادفة. الأطفال الذين قاموا بالمسرحية وهذه الفعالية عددهم ما يقارب 30 طالب وطالبة من الأيتام تابعين روضة الأمل في جمعية الأمل الخيري ولفريق سما التطوعي. قمنا في هذه العملية من أجل إفراح الأطفال كفعالية وكنشاط، وهم ما يقومون بهذا النشاط وهذا العمل. الأرنب النظيف أحد العروض المسرحية التي قدمها الأطفال خلال الفعالية. سعى كاتب المسرحية ومخرجها إلى تعزيز فكرة النظافة الشخصية لدى الأطفال ودورها في تقوية الجسد وكسب احترام الناس ومحبتهم، كما قدم الأطفال فقرة قصيرة عن وباء كورونا ومخاطره. أنا جهزت مسرحية للنظافة والاحترام للأشخاص الأكبر سنا أو الموجودين في المجتمع عن دور الأرنب الذي نظف نفسه
وجاز حاله وبدأ العالم يحترمونه ويحبونه. هذه المسرحية أنا أسستها كتابيا وإخراجيا أنا ومحمد عيسى ومعي زميل عمر دهدان. قصائد شعرية وأناشيد من رحم الثورة رددها الأطفال الأيتام تأكيدا على مضيهم في دربها، كما اختتم القائمون الفعالية بتوزيع الهدايا للأطفال علها تعوضهم جزءا من حنان آبائهم. فقرات توعوية وأخرى ترفيهية سعى القائمون من خلالها إلى التخفيف من معاناة عشرات الأطفال من الأيتام والمعاقين شاركوا في هذه الفعالية من داخل مدينة معالق مصر بريف الدير الشمالي. منصور صبرا، حلب اليوم. نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام، وفيها بعد الفاصل تمتاز بها قرية دوديان صناعة دبس الرمان، صناعة دبس العنب، إحدى الصناعات القديمة والعريقة في ريف حلب. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء مشاهدينا الكرام. تضاعفت أعداد المصابين بوباء كورونا في الشمال السوري المحرر وسط توصيات من الكوادر الطبية بالالتزام بالإجراءات الوقائية منعا لتفشي الوباء. محمد أحد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا. ما زال محمد يراقب نسب الإصابات وأخبار انتشار الوباء في إدلب وريفها. حرصه على عدم نقل العدوى لغيره دفعه لحجر نفسه والالتزام بكل إجراءات منع انتشار الفيروس لأشخاص جدد. بداية حسيت قريب قوي يوم، فشكيت أنه ممكن يكون كورونا، ففورا طلعت على المخبر، عملت مسحة وحجرت حالي في المنزل. بعدين خبروا النتيجة إيجابية، التزمت بالحجر المنزلي 14 يوم. مشافي العزل ومراكز الحجر الصحي امتلأت بالمصابين بكوفيد 19. بعض المصابين لم يتمكنوا من الحصول على سرير لأخذ العلاج من كورونا بعد تفاقم المرض. آخرهم رجل أصابه ضيق تنفس حاد لم يجد مكانا لتلقي العلاج في مشافي مدينة حارم ففارق الحياة. بحسب المصادر الطبية فإن القطاع الصحي يشهد ضغطا هائلا جراء تزايد أعداد الإصابات بكورونا والتي فاقت قدرة مشافي إدلب وطاقتها الاستيعابية. والله الأعداد كبيرة جدا حاليا، يعني صار حاليا احنا في حوالي 6100 إصابة في المحرر، هذه مثبتي حادث من الشفاء حوالي 2600 حالي. بين عندك حاليا جميع المشافي والمراكز تقتص بالعدد المقيمين بها، وخصوصا قسم العنايات بسبب سوء الأوضاع المرضى حاليا. طبعا في كثير ناس ما بتسين تعمل إجراء المسحات بسبب بعدها عن المراكز، أولا تايم بسبب قلة المسحات. أهم احتياجات القطاع الطبي في هذه هي المنافس، بدنا عدد منافس، المنافس عندنا ما بتكفي منافس، بدنا مولدات أكسجين. مثل لقنا هون في المشفى عم نشتغل على جرار الأكسجين، والجرار الأكسجين هاي يعني متعب للمرضى ومتعب للكادر. مع دخول فصل الشتاء تتضاعف فرص انتقال عدوى كورونا كونه موسم تفشي نزلات البرد المسببة للسعال والعطاس اللذان ينقلان الفيروس من شخص مصاب إلى آخر سليم. القطاع الطبي يجري المسحات لأشخاص تظهر عليهم أعراض كوفيد 19 بنسبة 70 إلى 80% فقط بسبب قلة المسحات ومراكز إجرائها، الأمر الذي قد يزيد من أعداد الناقلين للفيروس دون أن تظهر عليهم كافة الأعراض. بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بوباء كورونا في مدينة إدلب وامتلاء معظم مراكز الحجر الصحي تحديداً مراكز العناية المشددة، توجيهات من قبل الكوادر الطبية لزيادة الوعي والالتزام بالإرشادات الوقائية للحد من انتشار الوباء. خلف الجمعة، حلب اليوم، إدلب. وللتعليق حول هذا الموضوع معنا الدكتور رامي كلزي مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة في من مدينة غازي عنتاب التركية. دكتور، يعني كيف يمكن الحد من انتشار كورونا في الشمال السوري المحرر أمام تزايد الأعداد بين المصابين والوفيات؟ حياكم الله، مساء الخير أستاذنا الكريم والجميع الحاضرين. نعم، في الحقيقة هو تحدي كبير موضوع الحد من انتشار المرض، يعني تحدي واجهته بمنتهى الصعوبة أقوى الدول في الأنظمة الصحية،
فما بالك في منطقة مثل شمال غرب سوريا المحررة والتي يعاني النظام الصحي فيها من هشاشة بسبب ما تعرض له من قصف وتدمير وتهجير وملاحقة وقتل القوادر الطبية. الحد يكون أساسا بظروف يعني الظروف العادية يكون بالوعي المجتمعي ونوع من الفرض أو الإلزام لتطبيق الإجراءات الوقائية. فما بالك في سياق يصعب فيه إيجاد جهاز تنفس اصطناعي واحد إضافي، وبالتالي يعني يكون التعويل على الالتزام المجتمعي والإلزام بشكل أو بآخر من قبل السلطات المحلية هو حجر الأساس حقيقة. نعم، هل ما تم تنفيذه على الأرض من قبل الجهات المسؤولة كاف برأيك للحد من انتشار الفيروس، خاصة وأنت مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة؟ للأمانة يعني لا يمكن أن يكون الإنجاز كافي مهما كان الدعم المقدم للقطاع. يعني في دول من أغنى الدول حول العالم مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا وغيرها وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وكثير من الدول، رأينا يعني اكتظاظ المشافي وازدحام المرضى أمام الأبواب المشافي. نعم، يعني إذا ما قيمنا أمام الإمكانيات بدون دكتور، نعم نعم، إذا ما قيمنا أمام الإمكانيات المقدمة لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة، كيف كان أداء الوزارة؟ سيدي الكريم، يعني دعني أنهي يعني الفكرة بحيث أن تبقى متسلسلة. الموضوع نعم، فقط لنستغل الوقت، تفضل. نعم، باختصار أنه لا يوجد دولة في العالم استطاعت مواجهة الوباء بدون ضغوطات، مهما كان النظام الصحي فيها قوي ومهما كانت دولة غنية ومهما كانت الدعم الذي تقدمه. فما بالك في سياق مثل سياقنا، لا يخفى على أحد أن الحكومة المؤقتة هي أصلا فقيرة جدا بالموارد، ضعيفة الوصول إلى كثير من المناطق بسبب اختلاف القوة التنفيذية العسكرية على الأرض، وبالتالي لا يمكن أن نقول ماذا قدمت فلان جهة أو ماذا قدمت فلان منظمة أو ماذا قدمت حتى الصحة العالمية. ماذا قدم الجميع حقيقة هو تكاتف لجهود الجميع، ومع ذلك هو لا يكاد يصل إلى المعايير الدنيا المقبولة عالميا. نعم، لأن هذا هو الدعم المتاح عالميا للأسف. أشكرك الدكتور رامي كلزي مدير البرامج في وزارة الصحة بالحكومة السورية المؤقتة، كنت معي من مدينة غازيانتب التركية. نفى المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة وين مورتو في تغريدة له على تويتر أنباء تحدثت عن مقتل 4 جنود أمريكيين في سوريا، واصفا الخبر بأنه زائف. وكانت وكالة الأنباء سانا التابعة للنظام ذكرت أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف بلدة مرقدة على طريق الحسكة دير الزور شمال شرقي سوريا. اعتبر مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط للدراسات شارلز ليستر أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية التركيز على اعتماد استراتيجية شاملة على مستوى سوريا بأكملها، والتي تمنح الأولوية لخمسة خطوط سياسية تتسم بالتكامل والترابط. وقال ليستر في مقال بصحيفة الشرق الأوسط إن تلك الخطوات تتمثل بهزيمة تنظيم الدولة والمحافظة على بقاء قسد وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر الحدود الشمالية السورية والمحافظة على حزمة العقوبات المستهدفة باعتبارها أداة من الأدوات الرامية إلى الحد من جرائم النظام. وأضاف ليستر أن الخطوة الرابعة تتضمن الدعم الدبلوماسي لقرار وقف إطلاق النار في إدلب، أما الخامسة فتتمثل بتعزيز العمل الدبلوماسي بصفته الثنائية مع الجانب الروسي وبصفته المتعددة مع الأطراف الخارجية الأخرى من خلال الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لسوريا. تعتبر صناعة دبس العنب من الصناعات القديمة جدا والعريقة في ريف حلب الشمالي، وتمتاز قرية دوديان الواقعة على الحدود التركية السورية بهذه الصناعة. المزيد في التقرير التالي. ورثها عن أبيه وجده منذ عشرات السنين، إنها صناعة دبس العنب. فالحاج داود أخذ هذه الصنعة وتعلمها من أبيه، وما زال يحافظ على هذه المهنة التي تعتبر مصدر رزق رئيسي له هو وعائلته التي تعمل معه في هذا المصنع.
أول ما يجي عنب لعنا في عنا جاروشة نجرشها بالجاروشة، بعدها نحط المكبس يدوي نسحبها بمكبس يدوي إلى بين ما يصفي خالص مي، ونكب نحطها بتريلا ننشرها لبرا. أخيو هدول كمان نبيعها للدواب كذا، أخيو ينباع معنا. وأول ما اسمه بعد ما جرشنا بنزل عنا ثلاث حلال. أول حلة ننزل نغلي أول غلوة هيك نسحبها، في عنا صالات طرفين كل حلة له صال نسحبها والصف يشفي مثلا أوساخ كذا ينزل يصفي تحت الصال، بعدها نصفيه يكون هيك نظيف كويس ونغليه ونسويه دبس. بصير الدبس نسحبه ونعبيه بالبيدونات ونسلمه على الزبون. صعوبات تواجه هذه المهنة في الوقت الحالي، أبرزها صعوبة تأمين المازوت وغلائه، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار دبس العنب، بالإضافة لقلة الأسواق المحلية التي تبيع هذه المادة في الشمال السوري. علق المازوت قلي، عام الماضي كان أشوى 200-250 كان ما نسأل، هالسنة أكثر العالم عم يبيع لأنه المصاري اليوم الكيلو العنب 4 ليرة تركي صاير قليان كم يوم عم يبيعوا عنب ياخذون بالصحارات على السوق. نحن دبس زاد لازمنا مشان نمون بالشتاء ناكل، جبنا هالسنة التكليف المازوت اللتر 1000 ليرة، يعني خسرانين. بدنا ناخذ يعني نجيب العنب وفعول ونحوش ونزرع ونفلح ونجيب هون ومحصله بده ياخذ مازوت وياخذ حق حاصل عمال، يعني مرابعتي نحن بيناتنا، يعني ثلاث ربع بيروح بيضل لك الربع. عملنا مازوت خالي هالسنه. تعتبر صناعة دبس العنب من الصناعات القديمة والعريقة في ريف حلب الشمالي، إذ تمتاز قرية دوديان الواقع على الحدود التركية السورية بهذه الصناعة، وذلك لوجود مصنع في القرية يعود تاريخه لعشرات السنين، والذي يعتبر بدوره مركزا رئيسيا لتصريف المزارعين لمحصولهم من العنب فيه. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.